السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة الدعم المدرسي، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال وتكونوا مشجعين يعني لهذا المسار الدراسي الجديد في الإعدادي، اللي هو مسار صراحة زوين وبسيط، ما عندكم مناش تخوفوا. دروس الرياضيات ستبقى دروس على العموم يعني بسيطة وفي المتناول، اللي خاصكم هو تخدموا على تيساع، ما تخليوش الدروس يتراكموا عليكم. دائما ما نمشي للقسم حتى نكون مراجع الدروس ديالي، عارف شنو غادي نقرا، عارف كيفاش يعني باش نجاوب مع الاستاذ وتكون يعني العطاء ديالي في القسم جيد. اليوم غيكون عندنا تقويم تشخيصي بالنسبه لماده الرياضيات. هذا التقويم التشخيصي هنخليه لكم ان شاء الله في الرابط اسفل الفيديو. كيكون فيه يعني الاستاذ كيبغي يشوف داكشي اللي قريتي في الابتدائي واش ضابطه ولا ما ضابطوش، كيعطيك مجموعه ديال الاشياء في الجبر وفي الهندسه باش يتاكد انك ضابط بعض المسائل يعني من المستوى الابتدائي اللي غتحتاجهم في المستوى الاعدادي. الاختلاف اللي غادي يكون ان بالنسبه للاعدادي خصوصا المسار الدولي غادي تقراو المواد العلميه بالفرنسيه، يعني الرياضيات بالفرنسيه والفيزيك والاس في تي، غتقراوهم باللغه الفرنسيه. اذا هنايا هاد الى لاحظتوا هاد ليفالواسيون، كاين اللي كيديرها 100% باللغه الفرنسيه، كاين اللي كيدير داك المزاوجه بين اللغه الفرنسيه واللغه العربيه، لانكم يلا كتبداو تستانسوا، كاين اللي يلا يعني بدا كيستانس بالرياضيات باللغه الفرنسيه، كاين اللي ما عمره قراها خصوصا بالنسبه للمدارس ديال الدوله عمره ما قراها باللغه الفرنسيه، فقط بعض الكلمات. دابا لا، دابا الدرس كله غادي يكون باللغه الفرنسيه والتمارين وكل شيء ان شاء الله مع القناه، راه غنبسطوا عليكم مجموعه ديال الاشياء. اذا اسفل الفيديو غنخليو لكم غنخليكم الرابط ديال القناه ديال التليجرام اللي هي مجانيه، والرقم ديال الواتساب ورقم الهاتف اللي بغى يتواصل معنا باش ينضم للدعم الخاص اللي كيكون كما شرحت لكم في الفيديو السابق، فيه يعني جميع المواد، دعم جميع المواد، فروض، تمارين، مواكبه على الدروس ديالكم باش تمكنوا ان شاء الله من اجتياز هذا المستوى هذا في احسن الظروف. اذا غنبداو بهاد ليفالياسيون دي كومبيتونس ولا ليفالياسيون دياغنوستيك. اول حاجه افيكتوي لي زوبيراسيون سويفونت، يعني انجز العمليات التاليه، غنجزو هاد العمليات اللي هما ابسط بحال داكشي اللي كنتو كديرو في المستوى ديال المستويات ديال الابتدائي. هنايا عندي عمليات الطرح، اذا غادي نجزوها. اول حاجه كنبداو بالقوسين، اذا هادشي راه عارفه بسيط ليكم، ما فيش شي صعوبه. اذا المهم غنحطوا الخطوط العريضه بالنسبه لهاد المسائل هادو. اذا غنبداو بطبيعه الحال بالاقواس، اذا غنديروا 206.86 بطبيعه الحال الفاصله كتكون حدا تحت الفاصله، هنايا غنحط 14، هنا غنحط 316 وغندير عمليه الجمع ديالي. اذا 6 زائد 4 10 نحتفظ، 8 زائد 2 10 نحتفظ، 6 و 6 12 1 13 1 1 2. اذا ها هو عطاني هنايا المجموع. دابا غندوز باش ندير عمليه الطرح، اذا عندي 5842.36 غنطرح منها 523.0، اذا ممكن تخلص من هذوك الاصفار، ممكن نخليهم باش ما نخطاش مثلا في الوضع. اذا غندير 523، اذا هنا 36 الفاصله تحت الفاصله 2 ناقص 3، اذا شويه غتقراوها ما بقاتش لا يمكن يعني في خلال هاد الدروس الاولى ان شاء الله. اذا اما كدير طريقه الاضافه او طريقه الاستلاف اللي بغيتي. اذا 12 ناقص 3 غتبقى لينا 9، 4 ناقص 3 1، 8 ناقص 5 3، و5 ناقص لا شيء 5. اذا هذا هو الجواب اللي خصو يتحط هنايا، غتحط 5319.36. غندوز دابا هنايا عندي عمليه ديال اعداد كسريه، اذا عندي هنايا 3 على 5 زائد 2 على 3 نضربوها الاقواس ضروريين، من بعد غتعرفوا الضروره ديال الاقواس، لان كاين الاقواس ماشي هي ما كاينينش اقواس. اذا هنا خصني نوحد المقام، المقام المشترك هو 15، وغنضرب البسط في المقام، البسط في المقام، 3 في 3 9 زائد 5 في 2 10 مضروبه. هنا عاوتاني غنوحد المقامات، المقام المشترك هو 7 في 4 28، 3 في 4 12 ناقص 7 في 1 7 كتساوي، اذا 9 زائد 10 19 على 15 في، اذا هنا 12 نحيد من 7 تبقى 5 على 28 تساوي. هنا دائما كنقول لكم سواء في الجمع او لا الطرح او لا الضرب او لا القسمه ديال الاعداد الكسريه كنختازل عاده، كنكمل الخدمه باش ما كيكبروش ليا الاعداد. دابا
الا ضربت 19 في 5 و 5 120 غيجيني العدد كبير، وحتى بغيت نختزله ما غنعرفش كيفاش نختزله، لان هنا كي واضح ان الخمسه تختزل مع الخمسطاش، لان خمسطاش هي 5 في 3 وخمسه هي 5 في 1، اذا غتمشي 5 مع 5 اش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي هي 19 على 3 في 1 على 28. هنا غيجيني تا عمليه الضرب بسيطه، اذا 19 في 1 19، 28 في 3 اذا عندي 8 في 3 24، 3 في 2 6 و2 8، اذا هذا هو الجواب، غادي يكون 19 على 4 و8. اذا غادي نكملوا هنايا، عندي عمليه ضرب وعمليه قسمه، اذا غادي نحاولوا نجزوهم بسرعه. اذا عندي هنايا 605.83 × 3.4، اذا عمليه الضرب كتنجز عادي حتى الاخر، عاده كنزيد الفصيله، اذا 4 × 3 = 12. هو شوف ملي كنكون نجز معكم التمارين او الفروض، راه تقدروا تلقاو اخطاء في الحساب، هذوك الاخطاء في الحساب دائما ملي كتجيو في الابتدائي تيقول لكم ما ديوش على الاخطاء اللي كندير بعض المرات في الحساب، بحكم كنكون نهضر وكنجاوب، يعني ما كنكونش مركزه 100% في ذاك الحساب، تجاوزوا الاخطاء ديال الحساب وتاكدوا من الحساب راسكم. اذا 4 × 8 = 32 و1 = 33، 4 × 5 = 23 لان 4 × 0 = 0 وغنزيد الاحتفاظ، 4 × 6 = 24، 3 × 3 = 9، 3 × 8 = 24، 3 × 5 = 15 و2 = 17، 3 × 6 = 18، اذا 2 12 8 9 5 10 2. عندي ثلاثه الارقام في المجموع بعد الفاصله، غنحسب ثلاثه الارقام ونحط الفاصله. هنا غنحاول نتاكد معكم مباشره بالاله الحاسبه باش لا كان شي خطا نتداركوه حسن ما تنسال. مازال هنا بالنسبه للمستويات ديال لا صحيحه، بالنسبه للمستويات ديال الاعدادي عندنا لي كومونتير كان يعني ممكن تداركوا فيهم بعض الاخطاء اللي كيوقعوا في الحساب اولا. بالنسبه للابتدائي كانوا لي كومونتير ديزاكتيفي، يعني ما كنقدروش نتواصلوا في لي كومونتير. هنا عندنا عمليه القسمه ديال الاعداد العشريه، هنايا هذه هي العمليه اللي كانت عندنا في الاول. اذا دائما كنقولوا خصنا نتخلصوا من الفصيله في المقسوم عليه، اذا باش نتخلص من الفصيله في المقسوم عليه هنا خصني نحركها برقم 1 باش كتمشي، اذا حتى هنا غنحركها برقم 1 غتولي هنايا، اذا غيولي عندي دابا العدد هو 1356 مقسومه على 57. اذا غادي نشوفوا هنايا باش اذا 105 1356.6 غنقسموها على 57. غناخذ جوج الارقام، ما غاديش يكفونا، انا غناخذ ثلاثه الارقام، 135 شحال فيها من 57 فيها جوج، لان 50 و50 راها 100، الا زدت 50 وحده اخرى غتولي 150، اذا غادي نفوت هذا العدد، جوج 7 14، جوج 5 10، والواحد 11. اذا غندير الطرح هنا تبقى واحد هنا جوج، غنهبط 6. 216 شحال فيها من 57؟ غيكون فيها 3 لان 4 بزاف، 7 × 3 غادي تعطيني 21، 7 × 5 = 15 و1 = 16، إذا هنا 5، هنا 11 غنحيد منها 6 غتبقى 5، إذا غنهبط هنا 6 اللي هو جزء عشري، خصني هنا نحط الفاصيلة، صافي، إذا هنا غتجيني 8، 8 × 6 = 56، احتفظ بالخمسة، 8 × 5 غتعطيني إذن بلاتي هنا بان ليا واحد سميتو، لان هنا ما خصش يبقى ليا الباقي، هنايا خص تكون 7 لان الاحتفاظ 2، كان الاحتفاظ 2 ونحسب الاحتفاظ غير 1، اذا هنا 4 لان هنا ما خصش يبقى، صافي خص العمليه تكون خصها تنتهي هنايا، اذا 8 × 5 = 40 مع 5 = 45 هي هذيك، صافي خصها تحبس هنا وغتبقى ليا 23.8. سؤال ثاني، ديبوزي لي نومبر سويفون بار انكريمون اي اكريفي لي دون على بلاص دي بوين، يعني رتب ترتيبا هاد الاعداد خاصها ترتب ترتيب تزايدي وتكتب في مكان النقاط. اذا باش نقارن اعداد اللي هما ديسيمو يعني اعداد عشريه كيتسموا لي نومبر ديسيمو، اش خاصني ندير في الاول؟ الفو كومباري لا بارتي اونتيير، يعني خاصني نقارن الجزء الصحيح، لان فيه بارتي اونتيير و بارتي ديسيمال، جزء صحيح وجزء عشري. اذا غنشوفوا لا بارتي اونتيير، اذا هنا 8 35 36 35 35، هذا هو اصغر واحد هو 8.34، غنجيو دابا عاوتاني نقارنوا الاخرين. اذا عندي
شكون اللي صغير في لابارتي اونتيغ ديالو هادو. اذا دابا اون فوا باسي على لابارتي ديسيمال وغادي نبداو بالاعشار صافي. اذا بلي ديزيام، اذا هنا عندي واحد، هنا عندي سبعة، شكون اللي صغير هو اللي عنده اصغر عشور هنا. اذا 35.14 ثم 35.7. دابا غندوزو عند 36، هذا 36 36 36. اذا غندوز الجزء العشاري 1 3 0. اذا بطبيعه الحال اللي عنده الصفر هو اللي غادي يكون صغير، عاد اللي عنده الواحد اذا 36.14 عاد 36.3. هنايا حول الى الوحده المطلوبه. إذن هنا تحويلات خصكم يعني تخدموا بالجدول ديال التحويلات. نحاول نخدموا معكم. واخا هنا عندي 72 كيلومتر، غنحطوها هنايا كلها ماشي مشكل. 72 واخا كيلومتر فاصلة 8 8، ما كتحطش في الجدول صافي. وعندي هنا شحال من متر، إذا الوحدات في الوحدة، هنا السبعة، هنا الخمسة، هنا الثلاثة، وهنا 46. دائما الوحدات هما اللي في الوحدة. غنحولوها لديكا متر، غنجمع بعدا. إذا هنا 6 4 7 5، هنايا 11، إذا هنا تعطيني 73. بغينا ديكا متر، إذا الفاصلة غتجي هنايا، إذا غتعطينا 7315. 7315 ما تقدنيش 746. واخا اذا غندوزو هنايا، عندي وحده قياس الكتل، عندي 479.170 قنطار. ها القنطار، هذا القنطار هو هذا. اذا هنا خاص تحط 9، هنا 2، هنا ماشي مشكل نخرجوا 4 برا، هنا 78. هنا غنحط في الكيلوغرام 0، اذا 530.82. هادشي كلشي فين غيتحول للطن. اذا غنجمع هادشي 2 8 8 10 15 43، غنحط الفاصيله هنا غتعطيني 43 طن. 43 طن فاصيله 50882. غنجيو لهنايا، عندنا الهكتار يعني وحده قياس المساحه. عندي هنايا 1.084 هكتار، ها هو الهكتار، هو الهكتومتر. اذا الواحد هنا، هنا الصفر، هنا الخمسه، هنا الربعه. وعندي شحال متر مربع؟ 1625. ها المتر مربع بادي من هنايا، اذا 5 2 8 1، وهنا 9. غنجمع وغنحول الار، 9 5 6 13 2 1. غنحولو، قلنا الار ها هو الار. إذا هنا 123.659. هنايا عندي وحدات قياس السعة والحجم، عندي 123.7 متر مكعب. هالمتر مكعب غنحط فيه هاد 123، السبعة غتجي هنايا. وغنحط هنا الديسيلاتر، فين هو الديسيلاتر؟ ها هو، غنحط هنا 8، وهنا الجهة الأخرى الخمسة، 2 3 4. هادشي فين غيتحول ديسيمتر مكعب. اذا غنجمع 5 8 2 3 11 4 2 1، غنحولو لديسيمتر مكعب، ها هو هنا فاصيله. كنتمنى ما يكون، لا هادي ديكاليتر ديسيمتر مكعب. اذا ها هو هنا، ها هو فين خاصها تكون الفاصيله، هنا. إذا غتعطيني 124,132، 124,000 قلنا، و 132.85. إذا دابا غنقراو المسألة. المسألة كتقول أن تخان إي بارتي دو لا فيل أ أ 6 أور دو ماتان فيغ أون ماتان أون فيتيس moyenne de 90 km par heure et est arrivé à la ville B vers l'heure 8h45 après une pause de 30 minutes. هنا راه كانت 20، رجعت 30، غنقول لكم علاش. Quelle est la distance entre les deux villes؟ بغينا المسافة بين المدينتين. هذه المسألة بالفرنسية، غنقراوها بالعربية. خرج قطار من مدينة A على الساعة 6 صباحا بسرعة متوسطة تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة. وصل إلى مدينة B على الساعة 8:45 دقيقة بعدما توقف في الطريق لمدة 30 دقيقة. ما هي المسافة الفاصلة؟ إذا المسألة ديال السرعة المتوسطة خصني نلقى
المسافه اللي هي الدي. اذا لا بغيت الدي اما كنخدم بالقاعده ديال السرعه المتوسطه اللي هي في كتساوي الدي على الدي. هذه هي القاعده، السرعه المتوسطه هي المسافه على الزمن. اذا الدي كتساوي في في الدي، السرعه في الوقت اولا المده اللي قطعتها هذاك القطار. اولا كنخدم بالتناسبيه، اذا في ساعه قطعنا 90 كيلومتر، فهذيك المده اللي قطع القطار شحال ديال المسافه. دابا باقي لينا ديك المده شحال القطار قطع بين المدينتين، شحال قطع؟ هو توقف 30 دقيقه، اذا خصني انا نحيد ديك 30 دقيقه ديال التوقف. اذا 8 السوايع ب 45 دقيقه غنقص منها 30 دقيقه، غتبقى 8 السوايع و15 دقيقه. داكشي علاش انا رجعت هذيك 20، قلنا رجعتها 30 باش تخرج لنا 15، لان لما خلينا 20 تخرج لنا 25 دقيقه، وحنا في السرعه المتوسطه كنحتاجو الوقت يكون عندنا بالساعه. وباش نحول 25 دقيقه للساعات غتعطيني الفاصيله بزاف، اذا اللهم 15 دقيقه كتجي الفاصيله مضبوطه. واخا دابا شحال ديال المده استغرق، شحال هي هاد تي هادي؟ اذا خرج مع 6 وصل مع 8، ويعني وصل غنقولوا حنا 8 و15 دقيقه، لان نقصنا هذيك 30 دقيقه. ممكن تنقص 30 دقيقه هنا، ممكن حتى تحسب الفرق عاد تنقص 30 دقيقه اللي بغيتي. ممكن دير 8 و45 تنقص منها 6 سوايع، غتبقى 2 سوايع و45 عاد تنقص 30 دقيقه، ماشي مشكل. هو كل ما توقفش كان غيوصل مثلا في 8 و15 دقيقه. اذا دي تي هي شحال؟ هي 2 سوايع و15 دقيقه. مهم الطريقه باش ما حسبتيها صحيح. دابا هذه خصنا نحولوها الى ساعات. جوج سوايع هي جوج سوايع، 15 دقيقه شحال جابت بالسوايع؟ 15 دقيقه هي ربع ساعه. ربع ساعه هي 1 على 4 من الساعه، 1 على 4 هي 0.25. اذا هذوك الاعداد الكسريه اللي كنت دائما كنصرل عليهم اللي هو النص والربع وثلاثه الارباع خصهم يكونوا معروفين بالعدد العشاري. اذا 1 على 2 هي 0.5، 1 على 4 4 هي 0.25، 3 على 4 هي 0.75. اذا جينا 2.25 ساعة، هذه هي الدي. إذا 2.25 ساعة، شحال هي المسافة؟ صافي. إذا الدي كتساوي شنو؟ هي نفس الطريقة باش غتخرج هذه باش غتخرج هذه. في هي 90 كيلومتر في الساعة، في تي لو طون هو 2.25. شفتي؟ إذا هذه هي اللي غادي تعطينا إلا حسبناها شحال غادي تعطينا. إذا غنحسبو 2.25 في 90 غتعطينا 202.5، تعطيني كتساوي 202.5 ماذا؟ كيلو متر، منساش الوحدة. وهنا ديش غتعطينا؟ غتعطينا نفسها 2.25 في 90، وغتعطينا 202.5 كيلو متر، نفس الجواب غادي عطينا. السؤال 5، أجب عن المسألة، ريبوندر أو بروبليم. بروبليم هي المسألة بالفرنسية. Le prix d'un livre de maths est de 25 dirhams. Son prix a baissé de 20%. Quel est le nouveau prix de ce livre? ثمن كتاب الرياضيات هو 25 درهم، انخفض ثمنه ب 20%. ما هو الثمن الجديد لهذا الكتاب؟ اذا شنو كندير بالنسبه للثمن الجديد للكتاب؟ اول حاجه خصني نعرف مبلغ التخفيض، يعني شحال نقصنا، شحال جابت هاد 20%. اذا اول حاجه هو ب 25 غنضربها في 20% باش نعرف شحال جابت، غتعطينا 5. اذا هذا هو مبلغ التخفيض. دابا غندير عمليه ناقص، هو كان 25 غنقص منها ديك 20% اللي جابت لي 5 دراهم، غتبقى 20 درهم، وهذا هو المبلغ الجديد. اذا غندوزو دابا للتمارين الاخرين ديال الهندسه باش نتفكروا شويه دوك المسائل ديال الهندسه. ارسم زاوية، خاصك تكون كتعرف ترسم الزوايا وعارف الأسماء ديالهم والخاصيات ديالهم. أرسم الزاوية أ أو بي قياسها 80 درجة. نشوفو داك الكلام. أول حاجة كنرسم أول ضلع من أضلاع الزاوية، كنرسم أو أ ولا رسم أو بي ولا اللي بغيت. إذا أول حاجة كناخد رسم واحد الضلع من أضلاع الزاوية، ها هو رأسها مثلا، هو هذا أو، وهذا واحد ضلع بي، ولا آخر غنرسمو هو أ اللي غتكون فيه 80 درجة. إذا كنحط قالا بحال هكا الرأس على المركز، ك
كنقاد هنا مع الصفر وكنبدا بالتدريجات اللي جايين من اليمين. التدريجات الدخلانيين هما اللي كيبداو من اليمين. اذا من هنا ها هي 80، هي هادي ماشي هادي، لانها يعني الصفر منين بادئ انا، ها الضلع محطوط على الصفر، من داك الصفر كنبدا صافي. وغادي نرسم الزاويه بحال هكا، 80 يعني راه غادي كتقرب ل 90. هادي ا ديرها بحال هكا، ها هي الزاويه 80 درجه. انشي اسفله مستطيلا قطره 5 سنتيمتر. تراسي لو ريكتانغل دان ديامتر دو 5 سنتيمتر، ديامتر اللي هو القطر. اذا كيفاش غنرسم انا مستطيل انطلاقا من القطر؟ اذا شنو كنعرف انا على الاقطار ديال المستطيل؟ اقطاره متقايسه تلتقي في المنتصف، متقايسه. اذا الا كان واحد القطر 5 راه حتى الاخر 5، ولكن راهم يلتقيان في المنتصف. اذا اول حاجه غنرسم واحد القطر اللي فيه 5 سنتيمتر، وغنحدد المنتصف ديالو هو جرونز، وغنرسم الاخر بحق ما يكونوش متعامدين صافي. وغنبدا هنا خص يكون جوج ونص الفوق وجوج ونص لتحت باش يكونوا قطراه اول حاجه ماشي متعامدين ويلتقيان في المنتصف. ها جوج ونص الفوق، ها جوج ونص لتحت، حتى هو في صافي. وكنجمع الاقطار، الرؤوس ديال الاقطار، وغنكون صايبت مستطيل. لا ما نحتاج، لان امتى تنخدم بالتعامد ودوك المسائل؟ ملي كيعطيوني الاضلاع، ديك الساعه خصني نرسم الضلع، نرسم العمودي عليه. اذا ها هو هذا 5، تندير يعني راهم متقايسين يلتقيان في المنتصف. ما عطيناش نسميوه، ما غاديش نسميوه. اذا هنايا كومبليتي لو طابلو، غنكملوا المثلث انطلاقا من الشكل. مثلا الشكل ا بي سي، ا بي سي دي، ما هو ناتور الطبيعه ديالو، لا ناتور ديالو، فهو فهو مستطيل. مساحته هو الطول في العرض. اذا عندي هنايا العرض ديالو 6، هنا 8 زائد 6 14، اذا هو 6 في 14 تساوي، وغتكتب المساحه ديالو باش كتكون بالسنتيمتر مربع. اذا 6 في 4 24، 6 في 1 6 و 2 8. المحيط ديالو هو الطول زائد العرض في 2، اذا هو 6 زائد 14 في 2 تساوي، اذا 20، اذا 42 سنتيمتر. ا او اف دي، ا او اف دي ما هو مربع، المساحه ديالو 6 6 هي 36 سنتيمتر مربع. المحيط ديالو هو 6 في 4 هي 24 سنتيمتر. او بي اف، او بي اف راه مثلث، او بي سي، او بي سي راه مثلث بطبيعه الحال. المساحه ديالو القاعده في الارتفاع على 2، اذا 8 في 6 على 2 شحال غتعطينا؟ هي 12 سنتيمتر مربع. غادي نكملو هنايا المحيط ديالو، غنجمعو الاضلاع، 8 زائد 10 زائد 6، 8 زائد 10 زائد 6 غادي تعطيني 24 سنتيمتر، ياك 24 تعطي 12، لا ماشي 24، لا 24، 8 زائد 6 14، هي هاديك. او بي سي اف، او بي سي اف مستطيل، عندي المساحة ديالو الطول في العرض يعني 8 في 6، 8 في 6، عندي المحيط ديالو 8 زائد 6 في 2، 8 زائد 6 في 2، اذا شحال غتعطيني؟ 8 زائد 6 14، 2 28 سنتيمتر. اذا كان هذا هو التقويم التشخيصي، غنكونوا راجعنا فيه شويه الدروس. اذا نتمنى لكم التوفيق، ومرحبا بكل من يريد الانضمام سواء المجموعه المجانيه او لا الدعم الخاص، مرحبا بكم. جميع المعلومات غتلقاوها في الرابط اسفل الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.